جملة مشهورة في المغرب كنوصفوا بها كل واحد حسينا أنه خايف من شي حاجة، وهذا ما كانش أن الخليع كيجيب الخوف، لا لا أبدا، بالعكس الخليع بحالو بحال أي وجبة مغربية عريقة لها بزاف ديال الفوائد. أجي بعدا، شنو هو الخليع؟ اليوم غادي نتكلموا على الخليع من وسيلة لحفظ اللحوم لأشهر الأطباق مدينة فاس. بالمدينة القديمة فاس في زقاق الطالعة الكبيرة تخصصوا لدة الدكاكين في بيع أكلة الخليع الفاسي الشهير بالمدينة. في تاريخ هذه الأكلة كيعود للعديد من القرون، وكان كيتستخدم لحفظ اللحم لمدة أطول. كيستخدموا المغاربة الخليع عادة في وجبة الفطور لأنه غني بالدهون، فهو كيتنقل مع البيض في وعاء طيني أو نحاسي للحصول على مذاق أفضل. الخليع هو طبق كينتمي للثقافة المغاربية، هو طبق كيتكون عموما من اللحم، عادة اللحم الخروف والشحوم، ويمكن تعويض الشحم بزيت الزيتون. غالبا فاش كنسمعوا كلمة الخليع كتجي لأذهان مدينة فاس، هذا لأن الخليع مرتبط بالمدينة العتيقة فاس. كيصف العديد من الدكاكين واللي كيتخصص أصحابها في بيع الخليع، واللي كيتعتبر من الأكلات اللي اشتهرت بها مدينة فاس منذ القدم واللي باقى لحدود الساعة. وكيتم إعداد الخليع الفاسي من اللحم البقر المجفف واللي كيخلطوه بالشحوم وزيت الزيتون والقزبر والثوم ومختلف التوابل. إعداد الخليع عادة توارثها في فاس منذ القديم، وهذا الشيء اللي كيخلي هذا الخليع معروف بمكانته والجودة ديالو، وعنده مكان عند الفاسيين وحتى من غير الفاسيين. الناس كيجيو من كل بلاصة باش يشريوه ويديوه للأسر والأمهات ديالهم. كانوا الأمهات المغربيات قديما كيحضروا الخليع باش يحافظوا على لحوم أضحية عيد الأضحى مدة طول. فالمعروف أن الخليع كيتستخدم من اللحم المجفف واللي كيسميوه المغاربة القديد، أو من قطع لحم العجل الخالية من العظام. وخلال فترة تحضير القديد كتقوم النساء بتقطيع اللحم لشرائح طويلة. من بعد تقطيع اللحم كيتم وضع التوابل، موراها كيحطوا قطع اللحم في الشمس لواحد المدة معينة حسب الحرارة حتى كتنشف، ومن ثم كتبدأ مرحلة تحضير الخليع. كيتعتبر الخليع أحد أكثر الأطعمة المغربية اللي تقدر تشد الجوع لفترة أطول. وحتى هنا مشاهدينا غتكون حلقتنا اليوم سالات، سينوني في حلقة جديدة.